اي فرد حمام بعشرين جنيه بعشرين جنيه. يلا يا استاذ يلا يا استاذ. انت واكل يا خش جوه. مش الجمعة عشوك ايه ده قبل الجمعة ولا يا صاحبي؟ انا عايش في الكركندي. كركندي ايه؟ لا انا بص عندي حاجة حلوة قوي هنا. عندي فرد استرالي جامد قوي بيبيض كل يومين، يعني كل يومين هتاخد من تحتيه بيض وزغاليل وممكن امك تزوق لك كمان. بجد ده حلو قوي. ده انا بجيب الحمام بتاعي ما بيبيضش خالص. بكام الفرد ده؟ انا جايبه بعشرين جنيه. الفرد ده عامل ستين جنيه وعامل معاك واجب. ده دلوقتي مع اربعين جنيه ينفع اروح اجيب لك العشرين جنيه دي جاري كده؟ طب انجز عشان ما بيعوش. يلا اجري. حاضر تاني واحده. يا ابني العبيط يا مغفل، ضحكت عليك كده. انا في كام؟ في 40 جنيه والفرد قصة ما بيبتش. امشي خلص، خد ال 100 جنيه دي هات 20 جنيه. ها دي 100 جنيه. طب بقول لك انت كده عايز بقى 40 جنيه، تعالى بكره بكره ابقى اديهم لك. خلاص يا شاد الفرد. خد يا عم ثواني اهي. عبيط ده ايه؟ امسك حبيبي. ماشي شكرا. ولا انا مش عارف كنت من غيرك كنت اعمل ايه يا ابني العبيط يا هبل. مديني 100 جنيه ولا هديله باقي والفرد ما بيبيضش اصلا. لا كده يا ناس يا عمنا الفرد بقى له ساعتين ما بتعش بيت فيها يا عمنا. والله يا صاحبي انت اشتريته وانا بعت، مفيش ترجيع اصلا. ازاي يعني انا عايش بكري؟ ماليش فيه والله. روح اشتكيني او طياره، ماليش دعوة. انت مشغل دماغك عليا؟ ماشي يا عم. يا ابن العبيطة الواد الفرد بايظ ورماه واداني 100 جنيه. اللي عايز حمام؟ لا كفاية كده النهاردة. حلوة قوي كده، ضحكت على زبون مغفل. بكرة بقى لما يجي لي زبون مغفل.